فاهمة؟ بس أول ما أقفل على طول هي دي إن شاء الله يا رب تبهني يعني. الخرسانة ذاتية الإضاءة هي خرسانة عادية، بس بيبقى فيها إضافات بتديها الخاصية بتاعة الإضاءة، فبالتالي الخرسانة دي بيبقى عندها القابلية إنها في وجود ضوء الشمس أو الضوء إنها تتأثر بالضوء ده وتخزنه، ولما الضوء بيختفي هي بتشع الضوء من نفسها. هذه النوعية من الأبحاث بتخدم وبقوة هذا التوجه، التوجه العالمي، والصورة التي نسمعها عن تغير المناخ في العالم حتى هذه الأيام صورة مفزعة، فده جزء من كل أو من جهود كثيرة في هذا المجال. هذا البحث تحديدا خطوة على الطريق، والحقيقة الطالبات كانوا موفقات جدا، هم بيتكلموا على هذا الموضوع، هي خطوة على الطريق لإنتاج مواد إنشائية بصفة عامة صديقة للبيئة، موفرة للطاقة، لا تستهلك كهرباء ولا تبث كربون، ثاني اكسيد كربون ولا غازات ضاره بالبيئه وبتغير المناخ زي ما قلت. الفكرة عامة هتبقى مفيدة في استخدامات في الشوارع، بحيث ان هي هتوفر طاقة، ان هي هتستمد من اشعة الشمس الصبح وتخزن الطاقة دي، وبالليل هتطلعها لنا في صورة اضاءة، وفي نفس الوقت برضو هتفيدنا ان هي هتبقى عامل مهم في السلام، ان هي هتنور الطرق اللي ما فيهاش اضاءة. طبعا احنا نفسنا جدا انا والفريق والدكتور ان احنا نشوف البحث ده يبقى منتج حقيقي بيستخدم في الشوارع ومفيد عامة للبلد.